السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. طلبة الصف السادس الابتدائي، ازيك يا حبايبي؟ هناخد النهاردة يا ولاد مراجعة ان شاء الله على درس النسبة المئوية. احنا عارفين النسبة المئوية نسبة حدها الثاني ماء. طيب في تمارين مهمة جدا، يقول لي حول النسبة المئوية إلى كسر عشري، العدد اللي هو 32% أو النسبة المئوية دي هتساوي 32 على 100، لأن النسبة المئوية نسبة حدها الثاني ماء. بعد كده بنقسم بسط المقام على العامل المشترك الأعلى، ممكن أقسم على 2 وبعد كده أقسم على 2، أو لو أنت عارف إن 32 و100 يتقسم على 4 اقسم على 4 على طول. 32 على 4 فيها 8، 100 على 4 فيها 25، انت كده حولتها لكسر ايه؟ كسر عادي. هو عايزها الكسر عشري، يبقى فيها علامه عشريه، يعني تبقى 32 من 100. يبقى احنا حولناها للطريقتين يا ولاد، حولتها لك الاول لصوره كسر عادي وبعدين عملتها لك كسر عشري، عشان لو طلب منك في الامتحان كسر عادي تبقى عارف بتيجي ازاي. لو كان صوره كسر عشري لازم فيها علامه. هنا برضه عايزين نعملها في صوره كسر عشري مباشره، بقى لما العدد تلاقي علامه في الميه كده، يعني تحرك العلامه ناحيه الشمال برقمين كانك بتقسم على 100. حركناها ناحيه الشمال برقمين. طيب نفس الكلام، 6% دي معناها 6 على 100 يا اولاد، دي معناها 6 ايه؟ من 100. 7 و25 من 100 في 100، العلامه هتتحرك ناحيه الشمال برقمين. هنا برضو حركها ناحية الشمال برقمين اهو، وهنا تبقى العلامة بعد رقمين. جاب لي جدول، بيقول لي اكبر الجدول الكسر، عايزين نحوله النسبة المئوية والرمز في المية ونكتبه بالحروف اللي هي القراءة الرياضية. 6 من 100 معناها 6 على 100، لأن العلامة بعد رقمين اللي هي 6%، لأن لما تيجي تحولها النسبة المئوية تضرب في 100، فاهمين؟ طب 40% اللي هي 40 من 100، ممكن الصفر ده ما يتكتبش. طب 40 من 100 اللي هي 40 على 100، عايزين نعملها نسبة مئوية تبقى 40 على 100، هتبقى 40% في الماء. 11 على 25، عايزين نخلي المقام ب 100، هنضرب في 4 وهنا في 4، لأن 4 في 25 ب 100 و 4 في 11 ب 44، فتبقى 44 في الماء. يبقى 44 في الماء، تمام. طيب يقول لي هنا حول القصور الاتيه الى نسب مئويه. النص هنحولها نضرب في 100 الكل في 100، يعني نص في 100، عارفين الطريقه؟ يبقى نص في 100 بينها في 100 الكل في 100، يجي لي الناتج 50%. طيب 6 على 5 هنحولها، تمام. يبقى النص اللي هي 50%، اللي بعدها 6 على 5 هنحولها ازاي؟ او 6 على 5 في 100 الكل في 100، ماشي. 100 على 5 فيها 20، 20 في 6 ب120 في 100. طيب 8 على 25 نفس الكلام يا اولاد، او 8 على 25 في 100 الكل في 100. 100 على 25 فيها 4، 4 في 8 ب32 في المية. طيب 2 على 5، قول له 2 على 5 في 100 الكل في المية. 100 على 5 فيها 20، 20 في 2 ب40 في المية. الصفحة اللي بعدها السؤال يقول لي برضه، ها مستمرين يلا. 17 على 50 في 100 الكل في 100، ما انت ضربت في 100 وقسمت على 100. 100 على 5 فيها 20، 100 على 50 فيها 2، ماشي. 2 في 17 ب34 في 100. السؤال اللي بعده 34 من 100، نفس الكلام. 34 من 100 اضربها في 100 كل في 100 تبقى 34 في 100. طيب 1 و3/4 دلوقتي هنحولها 4، 3/4 اللي هي 75%، صح؟ في 100 الكل في 100 تبقى 175%، تمام. تعالوا بقى نشوف بقية التمارين، أسئلة الاختياري. أسئلة الاختياري يا أولاد شايفينها؟ بيقول لي سين على 18 بتساوي 10%، 10% اللي هي دي 10 على 100، وهنضرب بسط في مقام 8 في 10
يعني س 18 بتقولي 10 على ايه صح؟ مقص يبقى س تساوي 18 في 10 على ايه؟ عشان صفر مع الصفر 18 على 10 بيحب 1.8 من 10 لان العلامه تبقى بعد رقم. جميل جدا كويس. طيب س على 9 بتساوي 15%، دي هنعملها ازاي؟ برضو 15 برضو ماشي. 15 على 100 على 100، 9 في 15 على 100، 9 في 15 على 100، 9 في 15 ب 135، على 100 يعني العلامة تبقى بعد رقمين، يعني تبقى كام؟ 1.35. نختارها يا ولاد، 1.35. طيب س على 5 بتساوي 5%. ماشي حل معايا، حل معايا، حل معايا يا ولاد. س على 5 بتساوي ها؟ 5 على 100. 5 على 100. هنتصل 5 مع 5. 5 في 5 على 100، نعمل مقص 5 في 5. 25. 25 على 100. تمام؟ 25 على 100 اللي هي الربع. 1 الى 4. يعني يطلع 25 س ها؟ بكام؟ 25 على 100 اللي هي الربع، نختار الربع. فاهمين يا حبايبي؟ سهلة كده؟ تمام. يقول لي بقى 45% من س بتساوي 90، عايزين نعرف س. يعني 45% في كام؟ بيديك 90، بتقوم قاسم 90 على 45%. يبقى أنت عندك س بتساوي أيوه 5 90 90 على هتبقى 50 45% هتبقى 50؟ هنشوف، هنشوف هتحسب ازاي. بص كده معايا، ال 90 أهم حاجة بس نبقى عارفين عشان نجيب قيمة س اللي هو العدد الكبير نقسم ال 90 على 45%. واضح كده؟ ها يبقى كلمة من دي معناها ضرب، ضرب إيه؟ يعني 45% في كام؟ يديك 90، عشان تجيب س تقسم ال 90 على 45%. 90 على 45 طبعًا يا ولاد المقام ده معناه على 100، يعني أنت قصدك تقول يعني إن هي 45 من 100 كده، فاهمين؟ طيب عشان تحلها تقوم ضارب بسط ومقام في 100، او انت ممكن تعملها على الاله مباشره تديك الحل، اهم حاجه تقسمهم على بعض. طيب تعال نكملها بايدينا هنا يا اولاد. لقيت المقسوم عليه في علامه عشريه، فهضرب بسط ومقام في 100. ها ما تقلقوش المساله تبقى سهله، انت ممكن الاله تساعدك زي ما قلت لك. هنا بقت 45 وهنا 90 اهي، وزودنا جنبها صفرين. احنا عارفين ال 90 على 45 فهي الاثنين لانها ضعفها، يبقى 2 في 100 ب 200، يبقى الناتج بتاعنا هيطلع ب 200. تمام. اللي عايز يتاكد يقوم جايب الاله الحاسبه، مش فاهم، مقسم 90 على 45%. الاله الحاسبه اهي فيها علامه في الميه على فكره، هتقوم كاتب ال 90 اهي بتاعتك على، وتفتح قوس كده وتقول له 45 علامه في الميه اللي هي فين؟ اهي اللي هي شيفت وبعدين قوس. شيفت وعلامه القوس دي شايفينها يا اولاد؟ شيفت وعلامه القوس دي علامه 45%، دي علامه في الميه، وتروح قافل القوس بقى بتاعك، يديك الناتج على طول 200 مباشره بالاله الحاسبه. فهمنا كده؟ تمام. يبقى الناتج هيطلع ب 200. طيب السؤال الاخير بيقول اذا كان س على 9، فاهمين ولا اقولها تاني؟ لا فاهمين. باستخدام الاله. طيب اذا كان س على 9 بتساوي 5%، تبقى س بكام؟ ده هنعمل ايه؟ هنضرب مقص، فتبقى س بتساوي 5% مضروبه في 9 اهي، 9 في 5%. ال 9 في 5 ب 45، يبقى 45% يعني 45%. ناخد الاجابه اللي هي الاولى. شايفين كده؟ تعالوا ننتقل للصفحه اللي بعدها، برضه كلها مثال مهم، اكتبوا ورايا وكلكم غالبا حريصين على الفهم، لازم تفهموا. اكتبوا ورايا على طول. سؤال تاني اهو هنحل في الكتاب، ماشي؟ وانتوا اكتبوا ورايا. اذا كان 6 على 5 زائد س بتساوي 75%، فان س بتساوي نقط. احنا اول حاجه مش هنعمل مثال مش شايفين دي، هنحلها بطريقه عاديه. تمام. هتبقى 75 على 100. اللي هي كام بقى 75% دي؟ 3 ارباع. 3 ارباع، اسهل حاجه يعني اقول له 6 على 5 زائد س بتساوي 3 ارباع. دي على بعضها كده المقدار زي ما احنا قلنا، زي ما نسبتكم قالت يا اولاد، هنسيبه زي ما هو كده ونعمل مقص، نقول له 4 في 6 على 3 ونحسب الناتج. 4 في 6 ب 24 على 3 في 8، يبقى الناتج ب 8. 5 زائد س بتساوي 8، يبقى 5 زائد كام ب 8؟ ب 3. اجابتنا ب 3. سهله جدا، هي دي طريقه الحل البسيطه. فهمتوا؟ هنعملها 27 في 100 الكل في 100. يبقى هنحولها لنسبة مئوية، نضرب في 100 الكل في 100، 100 على 20 في 5، 5 في 7 بكام؟ 35. إذا كان س على 9 بتساوي 15%، تبقى س بكام؟ لسه حليناها من شوية صح؟ نعمل مقص،
نضرب التسعة في 15%، تسعة في 15% اللي هي 15%، تسعة في 15 ب135، والعلامة تبقى بعد رقم ايه؟ فهمها كده؟ يبقى الناتج 1.35%، اللي هي الاختيار الأخير. التلات تخمات هنعملها بطريقة 3 على 5 في 100 كله في 100. 100 على 5 فيها 20، 20 في 3 ب60. كمل مع بعض يا ولاد. 1 ناقص 39% زائد 21%. 21% دي معناها 21%. هنجمع عليها 39% ونطرحها من 100% اللي هي الواحد. هنا 21% زائد 39% تبقى 60%. لما نطرحها من 100% يبقى معانا 40%. ها مفهوم كده؟ يبقى الناتج يا ولاد واحد ده معناه 100% و60% تديني 40%. 12% على 3%. هنا لما نقسم 12% على 3% دي معناها ايه؟ الأولى معناها 12 على 100 على 13%، دي 3% يا ولاد اللي هي 3 على 100. خلاص؟ محدش بقى يقسم الرقمين على بعض على طول 4%، لا غلط. أنت هتعملها كده والقسمة تبقى ضرب. مش قلب الكسر التاني. 100 على ايه؟ على 3. ال 100 تروح مع ال 100 في الواحد. و 12 على 3 فيها ايه؟ على 4. يبقى الناتج بتاعنا يطلع 4، محدش يختار 4%. ماشي؟ خدوا بالكم. الكلام ده لو كان حاطط قوس، يعني حاطط قوس على 12 و3 وقال لي في المية، كنا نقسم 12 على 3 فعلى 4 والناتج في المية. لكن هو بيقسم النسبة المئوية على النسبة المئوية، فعلامة في المية بتروح أصلا. هنا نفس الكلام، س على 4 بتساوي 20 على 100، هنعمل مقص، يبقى 4 في 20 ب 80، 80% مش موجودة في الاختيارات، هنبسطها، نحولها لصورة كسر عالي يعني. يبقى 80 على 100 وتتبسط، نشيل صفر مع الصفر، 8 على 4 على 10، نقسم على 2، هنا 4 وعلى 2 فيها الخمسة، يطلع الحل بتاعنا 4 على الخمسة. 35 من 100 زائد 9 على 20، لازم نحول ال 9 على 20 دي لنسبة مئوية. هنضربها في كام؟ هنضربها 9 على 20 هنضربها. عشان نحولها لنسبة مئوية بنضرب في 100 كل في 100، أو نقول نضرب بسط المقام في 5، هتبقى دي معناها 45%. زائد 35 من 100 اللي هي 35%، يعني هقول له 35% زائد 45%، دول هيبقوا مجموعهم كام؟ 80%. فهمنا؟ يبقى أول حاجة 9 على 20 دي هناخدها في جنب نحولها، نضربها في 100 كل في 100، واضح؟ أو نقوم عاملينها كده يا أولاد، يعني ممكن الطالب يقول لي أنا هحولها أخلي مقامها 100 عن طريق ضرب بسط المقام في 5. ليه؟ لأن النسبة المئوية نسبة حدها الثاني 100. فالتسعة على 20 اللي هي 45 على 100 اللي هي 45%. مجموعها مع 35% اللي هي 80%. 12 من 100 بتساوي كام في 100؟ دي هنضربها في 100 كل في 100. لما نضربها في 100 تبقى كام؟ هتبقى 12%. 20% من 40 كيلو جرام. يعني 20 على 100 في 40. 20 على 100 في 40. نقوم شايلين الصفر. مع الصفر. والصفر. مع الصفر يبقى 2 في 4 بكام؟ ب 8. يبقى دي نسبة جزء منها يعني. إذا كان س إلى ص بتساوي 33.3%، فإن ص إلى س كم في المية؟ 3. دي معناها إيه؟ دي معناها س على ص المقدار ده. يعني أنت هتشوف ال 33%، 33.3% بكام؟ وبعدين تقلب الكسر اللي يطلع. معايا كده؟ ركز كده، 33.3 هنرفع الكسر. يبقى هنا 3 زي ما هي، 3 في 33 ب 99، 99 واحد يديك 100. يعني 100 على 3%، دي معناها 100 على 3 على 100 اللي هي تلت. واضح كده؟ طيب التلت ده اللي هو مين على مين؟ ها؟ س على ص. شو ولا إيه اللي؟ قال لي س على ص اللي س على ص. واحد على 3، هو عايز بقى ص على س. ص على س تبقى ب3، تتقلب يعني اللي هي التلت تبقى 3 على 1. عايز أحولها لنسبة مئوية. هنضربها في 100 الكل في 100. ايوه تبقى 300%. سؤال قوي ومهم، او فكرته مهمه جدا. خلاص؟ طيب النسبه بين عددين 3.2 من 10 الى 16، وحولها لنسبه مئويه. يعني التمرين ده يا اولاد ان احنا هنبسط الاول لاوسط صوره وبعدين نحول لنسبه مئويه.
طيب لما نيجي نحلها لازم الأول يكون حدي النسبة من نفس النوع، يعني هنضرب الطرفين أو العددين في 10 عشان نتخلص من علامة، فيبقى عندي 32 إلى 160، وبعدين نبسطها نقسم على كام؟ نقسم على 2 أو نقسم على 4، يعني نقسم على العامل المشترك الأعلى بينهم. أهي يا ولاد، بقت 32 إلى 160 لأن ضربنا الطرفين في 10. بعد كده نقسم على 8، أما الاتنين يتقسم على 8، أو ممكن تقسم كل مرة على 2، أو لو أنت عارف إن هي تتقسم على 16 مرة واحدة ممكن نقسمها على 32، ممكن نقسمها على 32 في كمان، فاهمين؟ لأن 32 في 5 ب 160، يعني ممكن نقسم على 32 على طول أو على 8، زي ما أنتوا حابين يا أولاد. أهم حاجة كل ما تقسم لازم الناتج يطلع في أبسط صورة، وأبسط طريقة تجرب لو الكبير يتقسم على الصغير تقسم على الصغير على طول، يعني فكر كده 160 على 32 في 5 خلاص اقسم على إيه؟ على 32 مباشرة، فيبقى هنا 1 وهنا 5، يبقى النسبة 1 إلى 5. السؤال اللي بعده 42 إلى 56، طبعا لا دي لسه ما خلصناهاش، استنى احنا عايزين نحولها بقى نسبة مئوية، يبقى الخمس اللي احنا جبناه ده 100 الكل في 100 نضربه في 100 الكل في 100 يديني الناتج 20%. تمام. طيب السؤال اللي بعده هنا بيقول لي 42 على 56، هنحولها يلا حلو يا ولاد، نقسم على 7 العددين، 42 على 7 فيها 6 صح، و56 على 7 فيها 8، نرجع نقسم على 2 تبقى 3 من 4 اللي هي 3 ارباع، يعني 3 ارباع بتساوي 75%، دي احنا حافظينها، فهمتوا؟ طيب 250 ايه ده 400، نشيل الصفر مع الصفر نقسم على 10، يعني بقت 25 الى 40 ونقسمها على 5، 25 على 5 فيها 5 و40 على 5 فيها 3، بقت 5 على 8 5 اتنين، هنحولها لنسبة مئوية نضرب في 100 كل في 100، 100 على 8 فال 12 ونص، 12 ونص نضربها في 5، 5 في 5 ب 25، 5 معايا 2، 2 في 5 ب 10 و2 12، 1 في 5 ب 5 و1 6، يطلع الناتج 62 في المية ونص في المية. تمام. طيب السؤال اللي بعده 3.5 إلى 5.25، الربع ده اللي هو 25%، يعني قول 3.5 إلى 5.25، نضرب العددين في كام؟ في 100، نتخلص من العلامة نضرب يعني في 100، هتبقى 525 إلى 350. نبدأ 350 إلى 525، هنقسم على 25، نقسم على 5، ماشي نقسم على 5 الأول، يلا أول 25 هنشوف، تنفع برضه بس في اكتر، يعني هنا تنفع لان ال 5 و 350 لو قسمنا على 5 فيها 70، 70 على 5 فيها 14 تنفع برضه، وهنا لو قسمنا على 5، تعالوا كده بس نعمل الخطوات عشان ما نتلخبطش، تمام 350 الى 525 هنقسم على 5، هنا 70، 5 على 5 فيها 1، 2 على 5 ما ينفعش، 25 على 5 فيها 5، نقسم على 5 تاني، 70 على 5 فيها 14، 10 على 5 فيها 2، 5 على 5 فيها 1، نرجع نقسم على 7 يا ولاد، 14 على 7 فيها 2، 21 على 7 فيها 3، يبقى النسبة طلعت يا ولاد 2 إلى 3، الكل في 100، فهمتوا كده؟ اللي فاتت كنا حولناها نسبة مئوية ولا لأ؟ اللي لا حولناها تمام. طب دي طلعت تلتين، هتتحول هي كمان لنسبة اتنين مئوية، في 100 الكل في 100، يبقى 2 على 3 في 100 الكل في 100، التلتين ده يا ولاد اللي هو 6 لو افتكر كده 666 من 1000 نضربها في 100 الكل في 100 تبقى 66 و6 من 10، يبقى انت كده حولتها لنسبة مئوية. مفهوم؟ طيب السؤال اللي بعده، إذا كانت نسبة النجاح في فصل مدرسي في امتحان مادة الرياضيات 20 درجة، ف
فما النسبة المئوية لدرجات فين؟ رقم 8 تاني، احنا في رقم، في رقم 7 فوق. طيب ركز معايا كده تاني، اذا كانت نسبة النجاح في فصل دراسي في امتحان مادة الرياضيات 80%، فما عدد الراسبين اذا كان عدد تلاميذ الفصل 40%؟ عدد الراسبين كام؟ 20. النسبة المئوية للراسبين 20%، يعني 20 على 100 هنضربها في 40. يبقى عشان تجيب عدد الراسبين لازم تجيب النسبة المئوية للراسبين، نسبتهم المئوية كام؟ 20%، يعني 20% من مين؟ من ال 40، يعني قول 20 على 100 في 40. نشيل صفر مع صفر وصفر مع صفر، يبقى هنا 8 ايه؟ 8 طلاب راسبين. في امتحان الرياضيات حصل يوسف على 18 درجة من 20 درجة. فما النسبة المئوية لدرجات يوسف في الرياضيات؟ ها؟ يعني أي طالب يقدر يجيب النسبة المئوية لدرجته؟ هو جاب في الامتحان 18 من 20. 18 وعايزين نحولها لنسبة مئوية. في 100 كل في 100. وشايلين صفر مع الصفر، 18 على 2 في 9، 9 في 10 كام؟ 90. شوف سهلة ازاي يا ولاد؟ بسيطة جدا. السؤال اللي بعده، إذا كانت النسبة المئوية لعدد البنات بأحد الفصول هو 67%. فما النسبة المئوية لعدد البنين بهذا الفصل؟ عشان نجيب الباقي نطرح، نطرح من كام؟ من 100%، لأن البنات عدد النسبة المئوية للبنات زائد النسبة المئوية للبنين لازم تبقى 100%، لأن الفصل صغير البنات، فهمنا؟ فالنسبة المئوية للبنات كانت كام؟ 67%، يبقى الباقي يا أولاد أقول 100% ناقص إيه؟ الـ 67%. هيدينا 23 و 30% لان ما نزود على 67 3 تبقى 70، 70 محتاجه 30 عشان تبقى 100. ماشي او نطرح بالاستلاف، ما فيش اي مشكله خالص. فهمتوا؟ في رحله مدرسيه اشترك 12 تلميذ من 25 تلميذ في الرحله، اوجد النسبه المئويه للمشتركين بالرحله. ها هنجيبها ازاي؟ كان 12 12 واحد مشترك، يبقى 12 من كام؟ من 20. من 25 في 100 كل في 100، الجزء على الكل في 100 كل في 100. 100 على 25 في 4، 4 في 12 ب 48 في 100. السؤال اللي بعده، في رحله مدرسيه اشترك 12 تلميذ من 25 تلميذ في الرحله، اوجد النسبه المئويه للمشتركين. ما دلوقتي لسه حليناها. دي اللي حليناها. طيب اللي بعده، اشترى ماجد تيشيرت مكتوب عليه في بطاقة صغيرة مصنوعة من القطن والألياف الصناعية، نسبة الألياف الصناعية 40% فقط، احسب النسبة المئوية للقطن ثم اوجد الكسر المكافئ لكل نسبة منهما. ها الباقي هنطرحه من 100%، لأن القميص 100% قطن وألياف مع بعض، فنسبة الألياف 40% يبقى القطن الباقي اللي هو 60%.